Bonjour mes amis, ça va bien? معكم كارول, votre prof de français, معلمة اللغة الفرنسية. جاهزين للحلقة الجديدة؟ بهيدي الحلقة أصدقائي رح نتذكر الأحرف الأربعة اللي تعلمناهن سوا. جاهزين؟ شو حاملة بإيدي أنا؟ هيدا أي حرف؟ هيدا أول حرف تعلمناه سوا. قولوا وراي. A. A. A majuscule, A minuscule. Très bien. خلينا نحزر سوا. هيدا الحرف شو؟ U, bravo. U majuscule, U minuscule. Bravo. طيب خلوني شوف تالت حرف. هيدا أي حرف؟ I, bravo. I majuscule. اي مينوسكول. بس في حرف ناقص. اي حرف؟ اي حرف ناقص؟ رح نشوف مع بعضنا خلال هيدي الحلقه اي حرف ناقص, واللي حزروا منكم يضلوا حافظين. بس قبل ومثل كل مره رح نسمع سوا الالفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme des. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme quatre, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. سمعتوا منيح الالفابي فرنسي؟ مين منكم حزر اي حرف ناقص؟ انا فرجيتكم ببدايه الحلقه حرف الا, حرف الاو, حرف الاي. اذا اي حرف ناقص؟ او. برافو. لو او. والاو اذا بتتذكروا قلنا بيقدر يكون فيرمي او او اوفير. او لو سول, لو بول. تذكروا؟ هلا مع بعضنا على التابلو رح نتذكر كيف نكتب A ماجسكول A مينوسكول, O ماجسكول O مينوسكول, U ماجسكول Le grand U, U مينوسكول Le petit U, I ماجسكول I مينوسكول. On commence. شايفين الخط اللي عملته؟ خط مثله من تاني مين؟ صار مثل الشابو, مثل القبعة. صار عندي A ماجسكول A. افتحوا منيح تمكن. عملت دائرة صغيرة مع كو لإلا, صار عندي A مينوسكول A ماجسكول A مينوسكول. مين منكم بيتذكر كلمة تبدا بحرف الا؟ برافو. ان افيون. افيون. تري بيان. افيون. ما تنسوا اصدقائي اون. ما بلفظ الاو وحده. اون. الاو والحرف اللي حدا اثنيناتهم اصدقاء مع بعضهم بيعطوني صوت اون. افيون. تري بيان. انكور اون فوا. افيون سي ان مو ماسكولان او فيمينان؟ ماسكولان بيان سور. ان افيون سي ماسكولان. تاني حرف هو الاو. انتبهوا منيح, تذكرت منا. او.
دائرة صغيرة ونطلع فيها هيك O majuscule O minuscule Encore une fois O majuscule O minuscule أي كلمة نلفظ فيها O fermé وبتخلص ب O fermé Un piano Très bien بيانو كلمة تتضمن ثلاث أحرف نعرفها بي يا نو إي آ أو أو فرمي أن بيانو ماسكولين مذكر أن بيانو شو رح أكتب هلأ؟ Un bol. Très bien. الكاسه البول اللي بنحط فيها فواكه او حيلا نوع من الطعام. Un bol. الاو فيرمي او اوفير. فتحت تمي او سكرته كثير. Un bol. ما سكرته كثير. Il est ouvert. Un piano. سكرته كثير. او فيرمي. فيرمي بس سكر تمي. Un piano. Ouvert. بس افتح تمي ان بول او او ان بول الحرف الثالث اكيد لو او او ماجسكول او 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 ماجسكول الاو مينوسكول كثير سهل نطلع شوي ننزل ومنطلع مرة تانية U minuscule U majuscule U minuscule مين بيتذكر شي اللي منشربه بيتضمن حرف الـ U العصير du jus bravo jus كلمة صغيرة كتير بالنص شوف فيها حرف الـ U du jus بدي اذكركم منقول du لان الجو ما فيني عده هو نوع من السوائل والسوائل ما فيني عده ومثل الرمل كمان du sable du sable ما منقول un sable ما منقول un jus فينا نقول le jus masculin du jus اما الحرف الاخير هيدا أي حرف؟ برافو، لو إي. شوفوا شو سهل. حطينا خط عمودي وخطين صغار. إي. إي ماجسكول. الإي مينوسكول بيشبه الإو. بس نطلع مرة وحدة ومننزل. وما مننسى نحط النقطة. إي. افتحوا منيح تمكن. إي ماجسكول. إي مينوسكول أي كلمة بتتضمن حرف الإي؟ تري بيان أن بارابلوي بتخلص بالإي كلمة طويلة بارابلوي بس مش صعبة بارا مرتين آه بارابلوي بلوي أو إي بذكركم كلمة بلوي لحالة تعني المطر بارابلوي يعني المظلة أن بارابلوي بارابلوي شو في كلمة كمان فيها حرف الإي كلمة صغيرة بيت العصفور اني ني اني برافو رح نرجع نعيدهم اليوم تعلمنا مع بعضنا او تذكرنا سوا اربع احرف تعلمناهم لهلا وبدي اقول لكم بالفرنسي هول الاربع احرف بنقول لهم دي فويال
voyelles. A, A, avion, الطائرة. Un avion, الطائرة. O, O, un piano, un bol. O fermé, O ouvert. Un piano, إلى الموسيقية. Un bol, الكاسة. U, U, du jus, العصير. Du jus, jus. آخر حرف, I. I majuscule, I minuscule. Un parapluie, أي المظلة. وما تنسوا. Pluie, pluie, يعني المطر. Un nid, هو عش العصفور. Un nid. Bravo! هلا رح ننتقل سوا على الشاشة لنشوف سوا صور ملونة وكلمات جديدة بتتضمن هيدي الأحرف. رجعنا من جديد أصدقائي بالفقرة الثالثة، وهلا رح نشوف مع بعضنا على الشاشة صور لكلمات بتتضمن حرف الاو وحرف الاي. في بعض الكلمات انتو بتعرفوها منيح وبعضها رح نتعلمها سوا. جاهزين؟ شوفوا أول كلمة. شو هيدا؟ مكعب. ان كوب، ان كوب، المكعب. ان كوب كلمة ماسكولين، سيت ان نو ماسكولين، لأن حطينا ان قبلها. فينا نقول لو كوب. ان كوب. تاني حرف هو الاو. هيدي الكلمة كلمة جديدة فيها حرف اي ورا حرف الاو. صحيح، تاني حرف هو الاو. حائط. ان مور. حائط هو ان مور ان فرنسي. لو مور. عيدوا وراي. ان مور. ان مور يعني حائط. الكلمة التالتة شو فيها؟ اي او او؟ فيها او. طلعوا معي اصدقائي على الاو. شو في فوق الاو؟ في مثل قبعة صغيرة بيقولوا له بالفرنسي اكسان سيركونفلكس. كلمة شوي صعبة. هيدي اشارة صغيرة بنحطها ما بتأثر على الكلمة ابدا. اون فلوت هي الآلة الموسيقية يلي عم بتشوفوها. Une flûte. فيها حرف الاو. بدكم تحفظوا انه بكلمة فلوت منحط شابو صغير. هيدي الإشارة صغيرة فوق الاو. وهي ما بتأثر على لفظة أبدا. Une flûte. يعني une flûte. نسمع فيها او. Un mur. كمان بنسمع فيها او. ان كوب كمان بنسمع فيها او. ان كوب ماسكولين. ان مور ماسكولين حائط. اون فلوت الآلة الموسيقية اللي شايفينها. اون فلوت فيمينين. بس ما ننسى اون فلوت بنحط لها ان اكسان، اكسان سيركونفلكس، يعني هيدي الإشارة الصغيرة. هلا رح ننتقل للكلمة التالية. كمان فيها او ومنعرفها كمان. التنورة. اون جوب. اون جوب. فيني قول لا جوب. اون جوب سيت ان نو فيمينان. برافو. اون جوب. دونك شفنا سوا اربع كلمات بتتضمن حرف الاو. اون جوب. اون فلوت. Un mur, un cube. Encore une fois. بعد مرة. Un cube. المكعب. Un mur. الحائط. Une flûte. هيدي الآلة الموسيقية.
une jupe. التنورة. وهلا رح ننتقل لأربع كلمات كمان، بس هالمرة بتتضمن حرف الإي. جاهزين؟ شو شايفين بالصورة؟ هيدا طائر، البوم. بالفرنسي منقول له إيبو. أن إيبو. طلعوا منيح هالكلمة أصدقائي. إيبو. إيبو فيها حرف الإي وهو تاني حرف، بس أول حرف ما لفظته أبداً، هو موجود بس ما بلفظه أبداً. بالحلقات اللي جاية رح نتعلم شو اسمه. أن إيبو، البوم. إيبو، وكأنه بلش الكلمة بحرف الإي، أول حرف موجود بس ما بلفظه. أن إيبو. بعد مرة. أن إيبو. أن إيبو أي البوم. فستوا؟ رح نشوف الكلمة الثانية. الشيء اللي شايفينه بالصورة هو نوع من الفواكه. أن كيوي. الكيوي. أن كيوي. والكيوي فواكه حامضة وغنية كتير بالفيتامين سي، يعني كتير كتير مفيدة للجسم. أن كيوي. بعد مرة. أن كيوي. فيها اثنين إي. كي وي. أن كيوي. إذن شفنا أول كلمة بحرف الإي. أن إيبو، البوم. وقلنا أول حرف ما منلفظه، موجود بس ما منلفظه. إيبو. وتاني كلمة كيوي. أن كيوي. تذكروا منيح الكيوي لازم نقشره منيح. أن كيوي. تالت كلمة. شو شايفين بالصورة؟ السرير. صحيح، سرير اللي مننام فيه. أن لي. أن لي. أو لو لي. أن لي. لو لي كلمة مذكر ماسكولا. تاني حرف هو حرف الإي بالنص. أن لي. بعد مرة. أن لي. كتير سهل السرير. أما الكلمة الأخيرة هي أن بيغات. أن بيغات يعني القرصان. بيغات. بيغات فيه حرفين منعرفهم، الإي والآ. برافو. بيغات. أن بيغات القرصان. سي أن نوم ماسكولان. أن بيغات أو لو بيغات. بعد مرة. أن بيغات. تري بيان. رح نعيد الكلمات كلهم سوا. جاهزين؟ تذكروا أول أربع كلمات بيتضمنوا حرف الإي. شو أول كلمة؟ المكعب. شو بيقولوا له بالفرنسي؟ أن كوب. تري بيان. أن كوب. كوب. لو كوب. المكعب. تاني كلمة. أن مور. كلمات صغار. أن مور. الحائط. لو مور. تري بيان. شو تالت كلمة؟ أون فلوت. أون فلوت فيمينا. هيدي الآلة يلي بتصدر صوت كتير حلو. أون فلوت تذكروا منحط أكسان سيركونفلكس، يعني هالإشارة الصغيرة فوق الـ U بس ما بتأثر أبداً على لفظة. Une flûte. C'est un nom féminin. Bravo. Une flûte. والكلمة الأخيرة بالـ U هي une jupe. La jupe. التنورة. الكلمات الأربعة الباقية تتضمن حرف الـ E. أول شيء كان معنى البوم. أن إيبو. أن إيبو. شوفوا البوم عينيشو كبار. إيبو. وما تنسوا أول حرف بإيبو موجود بس ما منلفظه. أن إيبو. إيبو. تري بيان. تاني كلمة. أن كيوي. سيت أن فروي، نوع من الفاكهة. أن كيوي فيها اثنين إي. تري بيان. كيوي. سيت أن نوم
masculin, kiwi. الكلمة الثالثة un lit. Lit, كثير صغيرة. Lit, أي السرير. Un lit. Le lit. والكلمة الأخيرة القرصان. Un pirate. Le pirate. فيو إي وفيو آ. Pirate. نعيدوا المرة كلهم سوا. Un pirate. Un lit. Un kiwi. Un hibou. Une jupe. Une flûte. Un mur. Un cube. Bravo mes amis. بدي اطلب منكم لما تخلص الحلقه كثير تعيدون، تكونوا كتبتون منيح وجربوا تعيدون هلا لما تنسون ابدا ابدا. وما تنسوا تتواصلوا معنا على الموقع يلي عم بتشوفوه باسفل الشاشه على facebook.com/madrasati7kids. Au revoir mes amis. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme des. E, éléphant. F, comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme quatre, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre.